السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نواصل معكم حلقات مادة الفيزياء. نبدأ النهاردة الحلقة الرابعة، بنتكلم عن أخطاء القياس. أخطاء القياس طبعا معروف أن القياس لا تكون نتيجته دائما 100%، والمفروض يبقى 100%، ولكن زي ما قلنا في الحلقات الماضية ان في اسباب لاخطاء القياس. يعني الخطأ في القياس قد يكون العامل البشري، قد يكون الجهاز نفسه غير مناسب، او عيوب في جهاز القياس، او اخطاء بشرية، او عوامل مناخية او عوامل بيئية. طبعا الخطأ في القياس أسبابه اللي احنا قلناها: خطأ بشري في الإنسان نفسه، خطأ في الجهاز بيكون غير مناسب، أو في عدة أجهزة اللي نسميها مالتي ميديا، خلاص يعني معقد التركيب، فأحيانا بيهنج أو بيحدث فيه خطأ في أخطاء بيئية تبع العوامل المناخية. طيب لما نيجي نتكلم في خطأ القياس، في خطأ قياس مباشر، أخطاء القياس في خطأ مباشر وخطأ غير مباشر. الخطأ المباشر لما بنستخدم عملية واحدة. يعني ايه عملية واحدة؟ يعني الخطأ المباشر لو قلنا المثال قياس حجم سائل باستخدام المخبار المدرج، طبعا هنا هيبقى خطأ واحد. رقم اتنين بقى، الخطأ هيبقى خطأ واحد في القراءة، لأن عارفين المخبار المدرج خدناه درسناه في السنوات اللي فاتت، المفروض الرؤية في المكان المباشر على طول، لا ننظر من أعلى ولا من أسفل. يبقى خطأ مباشر لما نكون قياس حجم سائل باستخدام المخبار المدرج، بيبقى خطأ واحد في القراءة. رقم اتنين بتبقى عملية القياس، بتبقى عملية واحدة. رقم أربعة العلاقة الرياضية لا يحتاج إلى علاقة رياضية. ليه؟ لأن أنا بقرأ القراءة مباشرة. يبقى احنا هنا قلنا اربع حاجات في الخطأ المباشر. يبقى القياس لو في خطأ مباشر غير الخطأ الغير مباشر. الخطأ المباشر زي ما اتفقنا قياس حجم سائل باستخدام مخبار مدرج، طبعا لا يحتاج الى عملية او لا يحتاج الى علاقة رياضية، خلاص بيتم التعويض مباشرة. طيب لو جينا نقيس او نحسب الكثافة، يعني المثال هنا مثال الكثافة، كثافة سائل، معروف ان الكثافة بتساوي كتلة على حجم، يبقى هنا كم عملية؟ عمليتين. يبقى القياس يتم عن طريق عمليتين. ايه هما العمليتين؟ الكتلة عن طريق ميزان معتاد او حساس، طيب الحجم عن طريق مخبار مدرج. يبقى في عمليتين هنا في القياس، يبقى ممكن يكون خطأ في الكتلة، في قياس الكتلة، وخطأ في قياس الحجم. الخطأ بنقول اكثر من خطأ، يبقى هناك عدة اخطاء. هناك رقم اتنين، هناك عدة اخطاء، يبقى في اخطاء هنا اكتر من واحد. طب العلاقة الرياضية يحتاج الى علاقة رياضية اللي كتبناها فوق، يبقى هنا يحتاج الى علاقة
رياضية للتعويض عنها، اللي هي الكثافة بتساوي الكتلة في كتلة على ايه؟ الحجم. يبقى الكتلة ميزان حساس او معتاد او رقمي، الحجم عن طريق المخبر المدرج. اذا في الحالة دي ممكن يكون اكثر من خطأ موجود، هناك عدة اخطاء يحتاج الى عمليتين للقياس، يحتاج الى عملية او علاقة ايه؟ رياضية. قلنا المثال مثال بسيط جدا، كثافة سائل او كثافة اي ايه؟ مادة عبارة عن كتلة على ايه؟ على حجم. يبقى الخطأ المباشر والخطأ الغير مباشر. حساب الخطأ عند القياس المباشر طبعا في خطأ مطلق وخطأ نسبي. يبقى العنوان بتاعنا حساب الخطأ المطلق ورمزه دلتا اكس، دلتا اكس، وحساب الخطأ النسبي والرمز بتاعه ار. نشوف ايه موضوع حساب الخطأ المطلق وحساب الخطأ النسبي، وناخد مسألة مبسطة جدا بس في المباشر بس النهاردة. يعني هنحسب الخطأ المطلق والخطأ الايه؟ النسبي في الايه؟ في الخطأ قياس المباشر. لكن الغير مباشر ان شاء الله نأجله الحصة الجاية على اساس نشرحه بالتفصيل ان شاء الله. مش صعب بس عايز ايه؟ نفكر مع بعض. بنبدأ نكمل حساب الخطأ المطلق والخطأ الايه؟ النسبي. اولا الخطأ المطلق، الخطأ المطلق، الخطأ المطلق اتفقنا رمزه دلتا اكس، وهو عبارة لتعريف الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقاسة. تاني، الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقاسة، يعني عند دلتا اكس بيساوي اكس نود ناقص اكس. اكس نود دي القيمة الحقيقية وبنعملها بين قوسين كده، يعني الإجابة يعني الناتج لازم يكون ايه؟ موجب. ولأن القيمة الحقيقية دايما بتبقى ايه؟ أكبر من القيمة الايه؟ المقاسة. يبقى القيمة الحقيقية اكس نود والقيمة المقاسة اكس. طيب الخطأ النسبي، الخطأ النسبي له القانون بتاعه اتفقنا اللي هو ار. اذا انا عندي ار عبارة عن الخطأ المطلق على القيمة الحقيقية اكس نوت. نحفظ القوانين ديت عشان يسهل حل المسائل المرة الجاية ان شاء الله مع بعض. يبقى الوقت هنا الخطأ المطلق دلتا اكس بيساوي اكس نود ناقص اكس، وبنعملها بين قوسين كده دليل ان الايه؟ القيمة تكون ايه؟ موجب. انا عندي الخطأ النسبي عبارة عن الخطأ المطلق على اكس نود. يعني تعريفه الخطأ النسبي هنقول هو النسبة بين الخطأ المطلق الى القيمة الحقيقية، الى القيمة الحقيقية. نركز كده في الكلام، النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية. مسألة صغيرة كده وبسيطة عشان نفهم هذا الكلام. بيقول لي قام شخص بقياس قلم رصاص. عمليا قام شخص بقياس قلم رصاص عمليا، فكان 9.9 سنتيمتر، في حين طوله الحقيقي 10 سنتيمتر. احسب الخطأ المطلق والخطأ النسبي. طبعا هنقول له دلتا اكس على طول هتساوي اكس نود ناقص اكس، وبنعملها بين قوسين كده
اكس نود كانت 10 ناقص اكس اللي هي 9.9 يبقى بتساوي 1.1 سنتيمتر، يبقى ده خطأ الايه المطلق. طيب عايزين الخطأ النسبي اللي هو R هيساوي دلتا اكس على اكس نود. دلتا اكس عندي كام؟ لسه طلع لي حالة 0.1 على اكس نود اللي هي القيمة الحقيقية 10. طبعا نضرب بس ومقام عشان نكنسل العلامة العشرية، يبقى 1/100 يبقى تساوي 1/100. كام وحدة القياس؟ ممنوع، لان الخطأ النسبي هو نسبة بين حاجة وحاجة بتضيع مع بعضها السنتي مع السنتي. اذا في الحالة دهيت ايه القيمة اللي طالعة بالنسبة للخطأ الايه النسبي؟ 1/100. ده كان اخر حاجة في حلقة النهاردة، الحلقة الثالثة في الفيزياء. ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك معنا قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا عشان يسهل ارسال الفيديوهات ويبقى في متابعة على طول ان شاء الله. ونشوف الحلقات التأسيسية في الفيزياء، لان بعض طلبة وطالبات بيسألوا هي مهمة. طبعا انا عامل حلقات كيمياء وفيزياء واحياء تأسيسية، نحاول نشوفها اكتر من مرة زي ما كتبت رسالة لبعض الاخوة او ابنائي ان شاء الله طلبوا هل هي مهمة. طبعا نذاكرها، نتفرج عليها اكتر من مرة، نسجلها، ندونها في كشكول، في اجندة عندنا كده، هتفيدنا ان شاء الله في السنوات القادمة. نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.